مرحبا بكم متابعي. اليوم نحن في المؤتمر العلمي الأول للقلب وإيش والأوعية الدموية وزراعة الكلى. أنتم برنامج يا الأطراف الصناعي وإعادة التأهيل صح؟ نعم، التابع لمركز الملك سلمان. ما شاء الله مشاركين مع هذا اليوم المؤتمر. أيوة مشاركين، وحضرنا هنا لنعرض ما نقدمه من خدمات في المركز الأطراف الصناعية في تعز. حاليا موقعه بالمقلية مقابل مدرسة الرواب. في مركز الأطراف الصناعية نقدم العديد من الخدمات لجرحى الحرب ولجرحى الشلال للمحتاجين. طبعا نقدم الخدمات في جميع مديريات المحافظة حتى مديرية الساحل الغربي. نقدم لهم خدمات الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل لاستخدام الأطراف الصناعية، وأيضا نقدم جلسات العلاج الطبيعي لمعظم المستفيدين، أو بالأصح المستفيدين الذين تعرضوا إلى شلال وجلطات. نقدم لهم خدمات العلاج الطبيعي، وأيضا الأطفال الذين لديهم تشوهات خلقية أيضا نساهم في تقديم الخدمات لهم ومتابعتهم. أنا جيت زرت مرة معاكم المركز، فلقيت أطفال بدأت معاهم بعلاجات طبيعية، وجدت هناك إمكانيات جميلة جدا. نعم، في المركز نقدم خدمات العلاج الطبيعي أيضا للأطفال ذوي الشلل الدماغي، ويتم متابعتهم باستمرار وعمل برامج علاج طبيعي لهم، ويتم متابعتهم أيضا إلى أن يتمكنوا ويتحسنوا أكثر وأكثر إن شاء الله. شكرا لك. عفوا. الآن أنا في نفس المؤتمر العلمي الأول للقلب وزراعة الكلى، فكان هناك زاوية لها إيش هذه الزاوية؟ هذه شركة نيو سينس، النظرة المستقبلية في عالم المناظير، جراحة المناظير وجراحة المسالك البولية بالمناظير. طبعا نطمح أن يتطور الطب هنا في مدينة تعز من الجراحة التقليدية لجراحة المناظير إن شاء الله. نتمنى أن يحذو الأطباء هنا كما يحذو أطباء بقية المحافظة مثل محافظة صنعاء عدن. الآن النظرة المستقبلية في عالم المناظير هنا في الطب. ممكن أنا لحد ما سمعت عكس ما فهمتوش إيش النشاط اللي تقوموا فيه. نحن شركة أجهزة طبية في على النظرة المستقبلية في عالم المناظير. نحن نطمح إلى التطور الطبي في مجال الجراحة بالمناظير، جراحة المسالك البولية، الجراحة العامة، جراحة العظام، كله بالمناظير بدل الطريقة التقليدية في جراحة المناظير. الطريقة التقليدية بالجراحة العامة، الآن نطمح النظرة المستقبلية في عالم المناظير لأنه أقل خطورة وأقل مضاعفات، لأنه يتم الفتحة سنتيات بالمناظير مش خطيرة، ونسبة الالتهابات والمضاعفات ضعيفة جدا. لكن الطريقة التقليدية ممكن يتم فتح البيض، ممكن يدخل المريض بالالتهابات بمضاعفات خطيرة جدا، ممكن يستمر المريض رقود لأيام بمستشفى. لكن جراحة المناظير ممكن خلال 24 ساعة ممكن المريض غادر المستشفى. هذا ما نطمح له. اليوم موجود في وحدة المناظير الجراحية، اليوم موجودة في مستشفى الثورة. إن شاء الله قريبا يتم زور مستشفى الجمهورية إن شاء الله. إذا اليوم نحن في هذه المؤسسة الجديدة اللي أول مرة أقول إنه التكنولوجيا بدأت تدخل اليمن من أوسع أبوابها، لا لشيء، من أجل مصلحة المواطن والمريض في محافظة تعز وجميع محافظات الجمهورية. مرحبا متابعي، اليوم معنا هذه الابتسامة الجميلة لمدير الدكتور أحمد العرشي، مدير بلسم الشرق الطبية. نحن وكلاء شركة بوستون ساينتيفيك الرائدة في مجال الدعامات القلب، وكذلك معنا شركة سنجود الرائدة في الصمامات ومظلات القلب، وهذا طبعا من أقدم الشركات الرائدة في هذا المجال واللي لها تكنولوجيا عالية في المجال هذا، وأول من ظهرت في اليمن هي هذه الشركة، شركة بوستون ساينتيفيك العلمية. نوعية النشاط الطبية تشتغل على شركة على صمامات القلب، صمامات القلب ودعامة القلب، دعامة الجيل الجديد طبعا، هذا الفور لاست جينيريشن هو السينرجي، واللي هو انه بعد 3 أشهر ممكن توقف دوال بلافكس، تستمر فقط على الاسبرين. فهذا احدث يعني يوفر للمريض انه ما عاد يصرف على الادويه، يعني في نهضه تكنولوجيه من اجل مرضى القلب. نعم نعم، هذه النهضه
هذا تكنولوجيا من أجل مرضى القلب. وأنتم اليوم مشاركين مع هذا المؤتمر؟ مشاركين في هذا المؤتمر وفخورين نحن متواجدين في هذا المؤتمر العلمي الكبير ورائدين في هذا المجال. شكرا لك. ما زلنا في أركان التي موجودة في المؤتمر الطبي الأول. إيش هذا الرقم؟ شركة سبا فارما أول شركة يمنية تعتبر الأولى محليا. نعم. عندنا ديكلوفان فاس، ديكلوفيناك، سلبادين، عندنا كمان أصناف قلب، أصناف ضغط. أهلا، السلام عليكم. معكم شركة سبا فارما الأولى في اليمن، في اليمن المحلية الرائدة في اليمن، في الجمهورية اليمنية. طبعا هنا أتينا هنا المؤتمر القلب الأول، في معنا أصناف طبعا قلب تخصصية الذي هي أصناف القلب وأصناف الباطنية وأصناف كلى وأيضا مهدئات وأصناف شعبية أخرى إذن نحن مع الاقتصاد والاستثمار المحلي اليمني الذي يهتم بالإنسان والإنسانية، والدواء هو سر الحياة.